حته الاكستنشن عندنا. الاكستنشن يا شباب عشان نظهر الاكستنشن بروح على الكنترول بانل. الكنترول بانل بتاعتك الطبيعي بتاعك ممكن ما تلاقيهاش كده اصلا، انت ممكن اصلا تلاقي الكاتيجوري بتاعتك متقسمه بالشكل ده، فلما تيجي تدور على الفولدر اوبشن مش هتلاقي الفولدر اوبشن عندك. فهنا في حاجه اسمها الفيو باي، يعني انت هتظهر الكاتيجوري دي بشكل ايه؟ لو انت قلت له كاتيجوري هو بيظهر لك الحاجات الرئيسيه بس، لكن انا اقول له فيو باي لارج ايكون او فيو باي سمول ايكون، فيظهر لك كل الملفات اللي عندك او كل الاوبشن اللي انت ممكن تدخل عليها الايكون اللي عندك. فبتدور على حاجه اسمها فولدر اوبشن او فايل اكسبلورر اوبشن، خش من جواها تلاقي هنا مين؟ فيو. طيب من ضمن الحاجات برضو اللي لاحظتها ان احنا المفروض الملف بتاعنا بفتحه ببرنامج، وعشان اكتب فيه بفتحه بطريقه ثانيه، يعني انا كده كليك يمين اوبن ويز علشان اشوف. طب انا عايز ازود على هلو ورلد دي كلام، لا اجي عليه كليك يمين اوبن ويز اختار نوت باد وابدا ايه؟ اكتب الكلام بتاعي. يبقى انا هكتب كلام، كمان لما اجي اكتب كلام اهو كنترول اس عشان احفظ، واروح على البراوزر اللي هو مفتوح اعمل علامه مين؟ ريفرش بتاعي. يبقى لو انت فاتح الملف عايز تكتب فيه اكتب ودوس سيف، وتعالى على الملف بتاعك وتقول له ايه؟ ريلود او ريفرش. لحد كده حد عنده مشاكل؟ واحنا ملاحظين كده النوت باد احنا لازم نفتح التاجه ونقفل التاجه ونعمل الكلام ده كله بايدينا. مفيش برنامج يسهل الموضوع ده، في برنامج يسهل الموضوع ده ولكن هتكلم عنه بعد ما اشرح حاجه بسيطه جدا. ايه الحاجه البسيطه؟ الحاجه البسيطه ان ال HTML مش يفهم حاجه غير تاجات زي ما احنا اتكلمنا، صح؟ فعشان نعمل باراجراف كنا هنعمل بي وكلوز مين؟ البي كده، وهنكتب كلمه اي كلام هنا. الكلام ده اتحول لشكل باراجراف وظهر عندنا، صح؟ بيقول لك اول حاجه لازم تبقى فاهمها ان الملف بتاعك يكون دوت اتش تي ام ال. الملف بتاعنا لازم يكون ايه؟ اتش تي ام ال، واحنا عملناه دوت اتش تي ام ال. ده اول حاجه عشان الملف بتاعك يبقى اتش تي ام ال لازم الملف يكون اتش تي ام ال. ثاني حاجه ان التاجات كلها تتحط جوه تاج اتش تي ام ال، يعني انا اصلا هيبقى عندي باراجراف وهيبقى عندي باراجراف ثاني وهيبقى عندي حاجات ثانيه، كل الكلام ده كله لازم يتحط جوه تاج اسمه اتش تي ام ال. يعني اول الصفحه يبقى فيه تاج اسمها مين؟ واخر الصفحه عايز الكلوز بتاع ال HTML هيبقى ايه؟ علامه سلاش HTML. سهله دي ولا صعبه؟ طيب تعالى نجيبها بشكل عملي شويه. احنا عايزين نعمل بيج زي جوجل كروم كده او جوجل سيرش زي ما انت شايف كده. اي حاجه في الدنيا، اي حاجه في الدنيا تتكون من جزئين. هيد وبادي، اي حاجه في الدنيا عندها هيد وعندها مين؟ بادي. طيب انا عايز اعمل بيج، البيج بتاعتنا اهي موجود جواها هيد وموجود جواها مين؟ بادي. الهيد ده اللي هو التايتل اللي بيظهر فوق اللي هو مكتوب فيه نيو تاب والكلام ده كله، بساعات بيكون فيها العلامه بتاع الفيس او علامه بتاع جوجل على حسب الموقع. البادي اللي هو مثلا حاطط انت صوره هنا، كلمه هنا، صوره هنا، صوره هنا، تكست هنا، شويه سوا، ده البادي. يبقى ده البادي هو اللي بيبقى فيه محتوى الصفحه، اما الهيد ده الهيد اللي فيه التايتل اللي فوق. في حد شايف كده؟ طب احنا عايزين في ال HTML نعمل بيج، عشان تعمل بيج اي بيج في الدنيا لا هيد ولا مين؟ بادي. فلو انت لوجيك كده عشان تعمل HTML لصفحه صحيحه، اكيد اول حاجه هتعملها ان انت يبقى عندك هيد، عندك ايه؟ هيد. وعندك جزء تاني اسمه ايه؟ عندك هيد اهو اللي هو يبقى الجزء ده، صح؟ وعندك جزء اللي هو مين؟ البادي. اتش تي ام ال ترد عليك تقول لك انا ما افهمش حاجه غير تاجز، ما افهمش حاجه غير ايه؟ فاحنا عشان نعمل الكلام اللي احنا عايزين نعمله ده عايزين نعمل تاج اسمها هيد، وتاج اسمها مين؟ بادي. اكيد هيسموا التاج اسمها ايه؟ الهيد هيسموها ايه؟ هيد، صح؟ يبقى عايز عشان اعمل الاوبن بتاع الهيد اقول له ايه؟ علامه هيد. كده عملت اوبن لمين؟ سلاش مين؟ هيد. كده عملت التاجه الاولانيه اللي اسمها مين؟ هيد. انت كده عملت الهيد الاولاني. طب انا عايز اعمل الجزء اللي بعده، اكيد بعد الهيد بيكون ايه؟ بادي. كده عملت اوبن للبادي سلاش مين؟ بادي. كده عملت كلوز لمين؟ للبادي.
انت كده عملت الشكل الرئيسي بتاع اي صفحه هيد وايه وبطن. يقول لك الكلام بقى والمحتوى بتاعك بيكون جوه التاج بتاع البادي، يعني اي محتوى هيكون هنا كده، المحتوى بتاع الصفحه كلها هيكون جوه مين؟ جوه البادي. وليكن عايزين في المحتوى بتاع الصفحه باراجراف، ازاي اعمل باراجراف؟ بي والكلوز بتاع مين؟ بي، وجوه الباراجراف اكتب ايه؟ الكلام اللي انا عايزه. لحد كده حد عنده مشاكل؟ يبقى احنا البيج بتاعتنا عشان تكون صحيحه لازم يكون الملف دوت اتش تي ام ال، لازم يكون في الصفحه هيد، ولازم يكون فيها مين؟ فاضي. الحاجه الثانيه بقى او الثالثه ان كل الكلام ده لازم يكون جوه تاج اسمها مين؟ يعني حضرتك قبل الهيد ولا بعد الهيد؟ قبل الهيد يكون في تاج اسمها مين؟ واخر التاج خالص مين؟ بعد البعض. تمام؟ لو حبينا نطبق الكلام ده على النوت باد هنعمله ازاي؟ الخطوات بتاعتنا اول حاجه يبقى فيه HTML وخالص سلاش مين ده كده علشان احط ايه التاجات بتاعتي كلها اللي هو مين HTML. الترتيب بتاعنا يبقى اول تاج الايه الهيد ولا البادي الاول الهيد، يبقى التاج جوه ال HTML ولا بره، يبقى اقول له هنا مين الهيد. كده عملت اوبن، يبقى المفروض ناقص مين الهيد. يا باشمهندس هو لازم اعمل له انتر انتر، ما ينفعش على سطر واحد اقول لك اتش تي ام ال ما تفهمش حاجه غير تاجات. انت لو عملت تاج اسمها هيد وقلت لهم كل البيج بتاعتك هتبقى سطر واحد هي ايه؟ ما تفهمش غير ايه؟ تاج. ما دام انت عملت اتش تي ام ال وقفلت اتش تي ام ال هتفهم كده، فانت حطيتهم على سطر، حطيتهم على سطرين، حطيتهم على ثلاثه، ده ما لهاش علاقه بالاتش تي ام ال، اتش تي ام ال ما تفهمش غير ايه؟ تاجز. فاحنا عمليه تنظيميه بس بنعمل ايه؟ بنقعد ايه؟ ننسق بس مش اكتر، ولكن اتش تي ام ال تفهم قفله وتفهم مين؟ كلوز. طيب ناقص مين بقى؟ البادي سلاش مين بادي. طيب الناس لما تكونش شايفه تقول لي يا شباب عشان ايه يعني، يقول لي احنا عندنا السماحيه او الصلاحيه ان احنا نعمل كده سلاش مين بادي. كده عملت الهيد والبادي. المحتوى بتاعنا هيبقى في الهيد ولا في البادي ولا ما بينهم؟ ايه ما بين الهيد والبادي ولا جوه البادي؟ جوه البادي. المحتوى بتاعك جوه فين؟ اول حاجه اعمل ايه؟ باراجراف سلاش مين؟ باراجراف واكتب كلمة مين؟ هلو اتش تي ام ال المرة دي، هلو اتش تي ام ال. المفروض اعمل ايه؟ كنترول اس واروح على الصفحة بتاعتي. في حاجة ناقصة عندنا أو حاجة زيادة. في اتنين بادي. ده دي المفروض الكلوز بتاع مين؟ بتاع ال اتش تي ام ال. يبقى ترتيبهم اتش تي ام ال وقفله اتش تي ام ال، لو انا حبيت انسق اهو اتش تي ام ال وقفله اتش تي ام ال، فتحت البادي وقفله البادي، وفوقه اللي هيد وكتبت البراف جوه مين؟ البراف جوه مين؟ جوه البادي. كنترول اس اعمل ريفريش بالشكل ده. ممكن حضرتك تعدل الكلام اللي انت عملته ده في خلال في خلال دقيقتين، المره دي دقيقتين بقى. دقيقتين قدامك تعدل. عدل الصفحة بتاعتك تبقى بالشكل اللي احنا عملناه دلوقتي، وده الشكل اللي المفروض تعرفه بقى. اكتب وانت عارف كل حاجة تفهمها هي.